それでは定刻になりましたので、2月に着任されました、中日チュニジア大使、お手元 の、 バイオの方ではファラード・クリフさんとも書いてあるんですけど、このアラビア語のスペルで見るとファルハド・カリーフになるんじゃないかと思うんですけど、それでチュニジアといいますと、アラブの春のが始まったところでありまして、それで憲法制定でですね、イスラム、今政権議会は第一党がイスラム主義の政党、それで大統領の方は世俗主義リベラルの方がやってる、それで憲法制定ではこの主要政党間のコンセンサスで全ての条項を決めていって、まあ、エジプトのような混乱を回避しつつ、おそらくアラブ諸国の中の憲法で一番進歩的な内容の憲法というのが、まあ、決まったんだと、まあ、そういう認識なんですね。ということで今日は最初に大使の方からオープニングリマークスを、公用語のアラビア語でやりたいというご希望なので、今日は新谷さんの通訳でアラビア語でまずお願いしたいと思います。シュクラン、サラムアレイコム、皆さんこんにちは。ファラード・クリフ、サフィール・トゥニス・ブリヤバン。ファラード・クリフと申します。駐日大使をしております。まず本日皆様お越しいただきまして誠にありがとうございました。لكافة مسؤولي نادي الصحافة الياباني على الاستضافة وإتاحة الفرصة لي قصد عقد هذه الندوة الصحفية. この度この記者発表を企画していただきました日本プレスクラブの皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。هذه الندوة الصحفية ستنقسم إلى جزئين. الجزء الأول سيخصص لتقديم مداخلة.حول الوضع العام وتطوره في تونس والجزء الثاني حول العلاقات بين تونس واليابان. 本日私の講義でございますけれども、まあ、2つの部分に分かれておりまして、まず最初にチュニジアの現在の状況、一般情勢についてお話をし、その後日本チュニジア関係について申し上げたいと思います。وفي مرحلة ثانية سأفسح المجال لكم قصد طرح الأسئلة. そしてその後に皆様方のご質問に答える時間を持ちたいと考えております。وباعتبار أني أعرف أن الصحفيين يفضلون طرح الأسئلة عن الاستماع للمداخلات فلن أكون طويلا بالنسبة لكم. 記者の皆様はじっと黙って聞いているよりも質問をするということの方を好まれるということは承知しておりますので、なるべく私は短く話して皆様の質問に答える時間を長く取りたいと考えております。 بخصوص الوضع العام في تونس.على المستوى السياسي شهدت تونس بعد الانتخابات اكتوبر 2011 حركية سياسية نشيطة وتطور للأوضاع السياسية وبعض المشاكل الأمنية دعت جميع الأطراف السياسية في تونس إلى الدخول في حوار شامل.まず政治的な情勢でございますけれども、2011年10月の選挙の後、各政治勢力は非常に大きな政治的な動きをすることとなります。いくつかの治安上の問題なども起きましたこともありまして、各政治勢力はお互いに対話の姿勢というものを強めて、この対決よりは対話という路線を好むこととなります。
وقد أفضى هذا الحوار الوطني بين الأطراف السياسية برعاية أبرز المنظمات الوطنية إلى وفاق سياسي وطني شامل。そしてこの政治勢力間の国民対話と呼ばれる、この対話協調の動きというものが、主な主要な政治勢力の合意もありまして、国民的な和解を導いたのであります。هذا الوفاق الوطني أفرز الاتفاق على دستور جديد للجمهورية التونسية وقعت المصادقة عليه يوم 26 جانفي 2014。そしてこの国民的な合意といいますか、国民和解が新しい憲法の制定、これは今年2014年の1月26日に制定されたものに結びついたわけであります。كما أفرز الوفاق الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة مستقلة برئاسة السيد مهدي جمعة。そしてこの国民的な合意は新しい政府の樹立、マハディ・ジュマー首相率いる新内閣の成立に至ります。هذه الحكومة الجديدة المتكونة من كفاءات غير متحزبة مهمتها الأساسية هي مجابهة التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في تونس قصد توفير المناخ الملائم لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي من المزمع تنظيمها في نهاية السنة الحالية。でこの主にテクノクラトからなっております新しい政府の任務といいますのは、直面する経済、治安、社会問題に取り組み、何としてもこの大統領選挙、そして大議員選挙という選挙をこの今年中に実施するということを目的とした運営を行っています。في نفس إطار التحذير للانتخابات وقع انتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي شرعت في أعمالها التحذيرية。もちろん選挙を行うわけですから、まずこの中央選挙管理委員会の選任という、この選挙がまず行われて、この準備が行われています。كما تم إعداد مشروع القانون الانتخابي الجديد من قبل لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي。また政権国民議会におきまして、選挙法の承認がなったのであります。وهذا المشروع القانون الانتخابي تقريبا هناك توافق حول أغلب الفصول بين جميع الأطراف السياسية。失礼しました。法案が採択されたわけであります。でこの法案につきましては、選挙法案につきましては、その中身、条文のほとんどについて主要政党間の合意ができております。ومن المنتظر أن تتم المصادقة على مشروع القانون الانتخابي في نهاية الشهر الحالي。そしてこの法案に対する採決、承認というものは今月末に予定されております。وبصفة عامة المشروع القانون الانتخابي ينص على مبدأ أساسي وهو أن الانتخاب سيكون عام وحر ومباشر وسري ونزيه وشفاف。一般的な表現になりますけれども、この選挙は一般選挙であり、自由、直接、秘密投票、そして清潔な選挙ということになっております。وسيتم تحديد موعد الانتخابات المقبلة مباشرة بعد المصادقة على القانون الانتخابي。そしてこの選挙法が成立いたしますと、その後直ちに選挙日程が決定されることとなっています。على المستوى الأمني الكل يعرف أن سنة 2013 كانت صعبة في تونس من ناحية الأمنية باعتبار حدوث بعض الاغتيالات السياسية وبعض محاولات الأعمال الإرهابية。
治安面について申し上げますと、まあ、皆様よくご存知の通り、2013年というのはチュニジアにとりましては非常に、危険な年と申しますか、いくつかの政治的な暗殺が実行され、またいくつかのテロの企てが起きた年であります。ولكن باعتبار أن ظاهرة الإرهاب غريبة عن الشعب التونسي، الشعب التونسي المعروف بتسامحه ورغبته في الاستقرار والأمن، فإنه سريعا تم المجابهة الأعمال الإرهابية، ونشهد منذ مدة تحسن ملحوظ للوضع الأمني وتقريبا استقرار تام في تونس من هذه الناحية。まあ、テロと申しますものは、チュニジア国民にとっては非常に、奇妙といいますか、似合わないものでございまして、国民性は非常に寛容であり、安定、治安、平和を望む国民性がございます。その中で、こういった事件は、直ちに国民のこれのテロに対する 反感を呼び、その結果、最近では治安状況は非常に改善してきております。والآن سأغتنم هذه الفرصة لأقدم بعض المعطيات العامة حول الدستور الجديد الذي وقع اعتماده في تونس。まあ、せっかくの機会でございますので、私たちの新しい憲法の主な、性質、内容につきまして一言ご説明したいと思います。بصفة عامة الدستور الجديد رغم أنه كبير نوعا ما من حيث عدد الفصول الذي يقارب 149 فصل。まあ、一般的に申しまして、この憲法は、大きな憲法であるということができると思います。条文数が149条ということでございます。فأنه قد جاء بضمانات حقيقية للحقوق والحريات العامة في تونس。まあ、それはチュニジアに真の権利、自由の保障をもたらすものという位置づけであります。そして、まあ、最初にその憲法が申しますに、チュニジアは市民的な国であり。كما أنه يقسم السلطات على أساس مبدأ الفصل بينها。そして、その権力は分流しているということであります。そして、国の権力は2つに分かれている。行政権でありますが、大統領府とそれから政府、内閣というこの2つに分かれております。رئيس الجمهورية يقع انتخابه لمدة 5 سنوات بالأغلبية المطلقة ولا يجوز له تولي أكثر من دورتين。そして大統領は任期が5年で、単純多数決多数によって国民から直接選ばれ、そして2期以上の多選を禁止しています。ولضمان هذه النقطة ينص الدستور صراحة على أن عدد الدورات ومدتها لا يمكن تعديله。そしてこの任期の制限というもの、それからこの年数、これはこの条文は改正してはならないと憲法が規定しています。بالنسبة لصلاحيات رئيس الدولة حسب الدستور فهي تتمثل أساسا في تمثيل الدولة وضبط السياسة العامة للبلاد في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي。大統領の権能でございますけれども、まあ、国を代表する職務であって、防衛、外交、治安といった面での一般的な政策を定めるということであります。أما بالنسبة للحكومة فيرأسها مرشح الحزب أو الائتلاف الحزبي الانتخابي الذي يتحصل على أكبر عدد من المقاعد بالمجلس النيابي。一方、政府でございますけれども、これは各政党から
候補者が出されて、これは大議員における最大与党の候補者が政府を率いるということになります。ويختص رئيس الحكومة بضبط السياسة العامة للدولة وتسيير الشؤون العامة للبلاد في كافة المجالات. 政府でございますから、国の政治を総覧して、あらゆる国の機関を統括するということになります。كما ينص الدستور على أهمية السلطة القضائية كسلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. 司法権の独立、そして法の支配、法律に基づいた政治といったことが憲法に明示されております。وبهدف ضمان احترام الدستور والقوانين بالنسبة لضرورة أن تكون متوافقة مع الدستور، فإن الدستور الجديد ينص على إحداث هيئة قضائية مستقلة تختص بمراقبة دستورية القوانين والمعاهدات وهي المحكمة الدستورية. そしてもちろんあらゆる法律はこの憲法に基づかなければならないのであって、この法律、司法の独立を保障し、法律の適、憲法への適合性を保障するためにある機関は憲法裁判所でございます。وبهدف ضمان جميع الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور فإنه أحدث هيئات دستورية مستقلة تعمل على دعم الديمقراطية وتتمتع بالاستقلالية ويقع انتخابها من مجلس نواب الشعب. そしてこの国民の自由や権利を守り、そして民主的な制度を守るために憲法が予定してここに規定しておりますものは、それは独立した各分野の委員会というものがございまして、これを大議員が所掌するということになっております。هذه الهيئات عددها خمسة وهي هيئة الانتخابات هيئة الاتصال السمعي والبصري هيئة حقوق الإنسان هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد。この委員会は5つございまして、順番に申し上げますと、1つが選挙委員会、2つ目はメディア委員会、で3つ目が人権委員会、4つ目は持続的な開発とネクストジェネレーションの権利に関する委員会、次世代の委員会、そして最後がグッドガバナンスですね、良い政治と、ごめんなさい、ガバナンスと腐敗撲滅の委員会となっております。من جهة أخرى وبهدف تكريس الديمقراطية اللامركزية ينص الدستور الجديد على السلطة المحلية والمتمثلة في البلديات وجهات وأقاليم وهذه السلطة المحلية تديرها مجالس منتخبة انتخابا عاما وحرا ومباشرا。そして地方分権も明確に規定されておりまして、その地方権力と申しますのは一般的には市評議会、それから地方組織となっております。で、地方、この地方議会におきましては住民の直接選挙によって議員が選出されるということであります。صدور بعض القوانين الجديدة في إطار تنفيذ أحكام الدستور ينص الدستور في أحكامه في بعض الأحكام الانتقالية على تسيير بعض المسائل في تونس بصفة وقتية طبقا لقوانين قديمة. そして新しい法律がこれ今後次々と制定されるわけでございますが、それまでには時間が必要でございます。この移行期間におきましては、旧来の法律がこれをこの期間引き続き
有効であるということも規定してあります。ومن أهم الأحكام الموجودة في الباب الأحكام الانتقالية هي النقطة التي تؤكد على أن الانتخابات التشريعية والرئاسية يقع تنظيمها على أقصى تقدير في نهاية السنة الحالية。そしてこの移行期間についての規定の中には、大議員と大統領のこの2つの選挙については今年中に行わなければならないということが規定されています。وقد لقيت هذه التطورات الإيجابية في تونس ترحيب دولي واسع وخاصة فيما يخص الدستور الجديد والتوافق الوطني ومن بين أهم الدول التي رحبت بهذه التطورات اليابان التي عبرت عن استعدادها لدعم تونسそしてこのような非常に進んだ憲法、そしてその国民融和合意がなったこと、これは国際的に大変に称賛を受けることとなりました。その中に日本もございます。その一つの国でございます。で、日本はこういったチュニジアの民主的なプロセスを支援するということを明確に述べているわけであります。هذه التطورات الإيجابية على المستوى السياسي والأمني تقابلها بعض الصعوبات على المستوى الاقتصادي。このように政治的また治安面で非常に良い動きがある一方で、経済的には困難を抱えているというのがチュニジアの状況であります。هذه الصعوبات الاقتصادية تتمثل أساسا في انخفاض الاستثمارات الداخلية والخارجية وانخفاض عائدات السياحة والصادرات。この経済的困難は第一に国内外の投資が大変に減少したこと、そして観光収入が減ったこと等によるものであります。وكنتيجة لهذا فقد تشهد موارد الدولة انخفاضا ملحوظا وارتفاعا في المديونية الخارجية。したがいまして国庫収入が減り、対外債務が増大したということになります。وعلى هذا الأساس فإن الحكومة الجديدة تقوم بمساعي كبيرة لحشد الدعم المالي والاقتصادي داخليا وخارجيا قصد إعادة تنشيط الاستثمار والسياحة。従いまして政府としては、この内外の投資を回復させ、観光収入、また輸出収入を増大させるためのさまざまな財政措置を取る必要性に迫られております。وفي هذا الإطار تعول الحكومة الجديدة على مساندة المجموعة الدولية والشركاء الحقيقيين لتونس。この観点から国際的なチュニジアの真のパートナー諸国による支援をチュニジアは大いに歓迎しているところであります。وهنا انتقل إلى الموضوع الثاني من المداخلة وهو المتعلق بالعلاقات بين تونس واليابان。それでこれ私はこの第2部と申しますか、チュニジアと日本との関係のお話をさせていただきたいと思います。العلاقات التونسية اليابانية لها تاريخ طويل وهي وقد وقع إقامة العلاقات الدبلوماسية منذ سنة 1956 أي مباشرة بعد استقلال تونس。チュニジアと日本の外交関係は非常に歴史的に古いものがございますが、なんといっても1956年独立直後からチュニジアと日本の外交関係は始まっております。ومنذ ذلك التاريخ تعددت الاتفاقات بين تونس واليابان في عديد المجالات ومشاريع التعاون المشترك ومساهمة اليابان في جهود التنمية في تونس。で、さまざまな分野で両国間では協定が結ばれ、またさまざまな協力プロジェクトが進められました。そしてそういった中で両国間の協力が進んでまいりました。وفي هذا السياق سأركز أساساً على العلاقات بعد الثورة التي شهدتها تونس في جانفي 2011.
まあ、その中で2011年1月にこのチュニジアの革命が起きた後、両国間でどのようなことがあったかという点に焦点を当ててお話をしたいと思います。2011年という年はチュニジアおよび日本の両国にとって非常に難しい年でございました。日本では天災が起きまして、まあ、この結果、福島の事故、そして津波、このこういった災害によりまして、多数の命と多くの資源が失われたわけであります。しかしながら古くからの友好関係もあり、最も最初に日本国民との連帯を表明し、また支援、具体的には被災地に対する支援を実施したのがチュニジアでありました。في نفس الوقت كانت تونس تشهد وضعا صعبا بعد الثورة وكانت اليابان من أول الدول التي ساندت تونس في تلك الفترة. その時チュニジアは革命直後でありまして、非常に困難な状況でございました。しかしながらこの革命後に直ちにそのチュニジアに対する支援姿勢を表明したのもまた日本でありました。وبفضل روح التضامن المشترك تشهد العلاقات بين تونس واليابان ديناميكية هامة منذ ذلك الوقت. この両国民間に存在する連帯の気持ちというものが、その後の両国関係を大きく動かす原動力となりました。وانتفعت تونس بدعم ياباني هام لمسار الانتقال الديمقراطي على المستويات السياسية والمالية والاقتصادية.日本はチュニジアの民主的な民主化に対する政治的および経済的な支援を惜しみませんでした。財政面では EU に次ぎまして日本はチュニジアのパートナーナンバー2であります。متطور جدا مع وكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA. そしてチュニジアは JICA を通じた日本との協力が非常に重視しております。وخير دليل على ذلك أن JICA لها مكتب بتونس يشرف على متابعة جميع مشاريع التعاون مع هذه المنظمة.JICA にはチュニジアに事務所がございまして、この事務所を通じたあらゆるプロジェクトの推進が円滑に行われています。وقد كانت زيارة السيد نائب وزير الخارجية الياباني معالي السيد كيشي إلى تونس يومي 10 و 11 مارس 2014 مناسبة هامة لتأكيد هذا الدعم الياباني لتونس.つい最近でございますが、3月10日11日に、日本の外務副大臣ですかね、岸副大臣、政務官副大臣のご訪問がございましたけれども、これはまさにこういった日本とチュニジアの強い関係を象徴しているものであります。وقد كانت زيارة ناجحة على جميع المستويات خاصة وأنه تم الإعلان خلالها على التزام اليابان بمنح تونس قرضين بقيمة جملية تساوي 48 مليار ين ياباني.そしてこの副大臣ご訪問の機会に発表されましたのが、
2件合わせて480億円に上ります円借款でございます。هذين القرضين سيمولان مشروعين هامين في تونس في المناطق في واحد منهم في المناطق الداخلية والثاني بتونس العاصمة في إطار مشروع محطة طاقة كهربائية。この2つのプロジェクトでございますが、これは、チュニジア、中部およびチュニスにおける発電所建設。كما شهد التعاون المالي تطورا ملحوظا من خلال موافقة الحكومة اليابانية سنة 2012 على ضمان قرضين رقاعيين ساموراي على السوق المالية اليابانية。そしてでございました。そして2012年には日本の一般債券市場から資金を調達いたします、いわゆるサムライボンドについての協定を結ぶことができました。القرض الأول سنة 2012 كان قدره 25 مليار ين والقرض الثاني سنة 2013 بقيمة 22.4 مليار ين。これは2012年と2013年の2回にわたっておりまして、最初1回目が250億円、そして2回目が224億円をサムライボンドとして調達しております。على مستوى التبادل التجاري فهو بكل صراحة يبقى محتشما لأسباب موضوعية ولكن هناك مساعي من الجانبين لتطويره عن طريق المشاركة المكثفة في المعارض التجارية الدولية。両国間の貿易でございますけれども、これはまあ正直に申し上げて、これさまざまな理由によりまして、非常に縮小したわけでございますけれども、これを国際見本市などの努力によりまして、拡大させる状況にございます。بالنسبة للاستثمارات اليابانية وإن كانت موجودة في تونس لكنها تبقى دون المستوى المأمول خاصة وأن تونس تعتبر الاستثمار الخارجي من أوكد حاجيات البلاد حاليا للتنمية وخلق مواطن الشغل。日本の対チュニジア直接投資でございますが、これは革命以前から存在しているものでございますけれども、希望するレベルに達していないということは申し上げなければなりません。そしてまた、この外国からの投資というものがチュニジアが今最も必要としているものであり、こういった投資活動によって国内の雇用増を期待したいところであります。وفي هذا الصدد أوجه دعوة لطيفة إلى الصحافة اليابانية قصد تحسيس الشركات ورجال الأعمال اليابانيين للاستثمار في تونس خاصة وأن المناخ ملائم حاليا في تونس。この機会に記者の皆様方にはぜひとも日本の企業家投資家の皆様がチュニジアに投資していただけますようご助力をお願いする次第でございます。なんといってもチュニジアの現在の投資環境が非常に改善しているということをご理解いただければと思います。بالنسبة للسياحة فإن بعد أن كانت عدد السواح اليابانيين في مستوى مقبول إلا أنه خلال السنوات الأخيرة سجل انخفاضا كبيرا。またチュニジアに対する日本人観光客の動向でございますけれども、かつては非常に満足するレベルの数に達しておりましたけれども、これが激しい減少を見たわけでございます。وحاليا هناك جهود متواصلة بالتعاون بين البلدين قصد تطوير الوجهة السياحية التونسية في اليابان。この観光客を動向を復活させようということで、両国間の間で今いろいろな努力が行われているところであります。
JICA を通じて、また JTB さんを通じて行っておりまして、特に JTB は最近、チュニジアに関する観光促進のウェブサイトを立ち上げていただいております。وبصفة عامة السياحة في تونس حاليا تشهد عودة مطمئنة بالنسبة لنا وخاصة أن الأمور السياسية استقرت الأمور الأمنية تحسنت كثيرا وعديد الدول أصبحت تشجع مواطنيها على السياحة ومؤخرا نذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت تحذير السفر على تونس現在観光客のチュニジアへの回帰は非常に良い状況でございまして、帰ってきていただいておりまして、これは安心できる状況にあると私どもは考えております。そしてまた各国政府におかれましても、チュニジアへの観光客の復帰を奨励していただいております。とりわけアメリカにおきましては、これまで出ておりました渡航禁止措置といいますか、渡航情報が解除されております。بالنسبة للتعاون الجامعي بين تونس واليابان فهو يمكن أن نقول ممتاز جدا。また大学レベルにおきます両国間の協力は非常に素晴らしいと申し上げたいと思います。وباعتبار أن تونس تولي أهمية كبرى لمسألة التعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي。فأنها تسعى حاليا بالتعاون مع المؤسسات الجامعية اليابانية على تطوير التعاون في هذا المجال.とりわけチュニジアは教育に対する特に高等教育研究大学教育に対する関心が強いものがございますので、日本の各大学の教育機関とさらなる協力関係の増進に向けて努力をしております。وفي هذا الإطار أشير بالخصوص إلى التعاون الهام جدا مع جامعة تسوكوبا والذي سيشهد تطورا خلال المدة القادمة.とりわけ筑波大学との学術協力につきましては、今後非常に大きく発展するということを皆様お聞きになることであろうと考えております。كذلك على المستوى التعاون في المجال الثقافي فهو محترم جدا خاصة وأن تونس تولي أهمية كبرى لمجال الثقافة مثلها مثل اليابان التي تهتم كثيرا بالمجال الثقافة خاصة وأن المخزون الثقافي التونسي هام جدا والمخزون الثقافي الياباني هام جدا ولذلك فأن هناك تعاون في هذا المجال。日本国の皆様が文化に大変関心が深いと、造詣が深いということと同じように、チュニジアも文化に対する関心が非常に強い国の一つでございます。従い、そして日本にたくさんの文化遺産が存在するように、チュニジアもまた文化遺産の宝庫であります。従いまして、この文化面での協力関係も非常に重要な分野であり、また期待できる分野でございます。وبصفة عامة نعتبر علاقاتنا مع اليابان متميزة جدا والحكومة التونسية تشكر كثيرا وتقدر بعمق تعاونها مع الحكومة اليابانية ودعم الشعب الياباني المتواصل لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس。まあ、一般的に申しまして、チュニジアと日本の関係と申しますのは非常に良いと申し上げることができ、またチュニジア政府は日本の政府、国民に対しまして、その私どもの民主化に対する支援について非常に感謝、深く感謝し、高く評価しているところでございます。ونحن على ثقة تامة أن العلاقات بين البلدين على جميع المستويات ستشهد نسقا تصاعديا خدمة للمصالح المشتركة والشعبين الصديقين。両国国民の双方の利益のために、この両国間のすべての分野における協力関係というのは今後ますます増大していくものと確信して疑いません。في الأخير أود أن أشير إلى التعاون بين تونس واليابان على المستوى الإفريقي والعربي. 最後に
アフリカおよびアラブ方面における両国間の協力の可能性について申し上げたいと思います。على مستوى التعاون الافريقي تونس تلعب دور فعال في مجال تطوير العلاقات بين اليابان وافريقيا في اطار تيكاد。対アフリカ協力の問題につきまして、チュニジアはチカッドの枠組みにおきまして日本と密接な協力を行っております。この分野において日本が行っている努力をチュニジア政府は高く評価しております。とりわけ安倍総理がイニシアチブを取っておられるアフリカ開発のイニシアチブを高く評価いたします。ومشاركة تونس في الاجتماع الأخير تيكات 5 في شهر جوان 2013 بوفد عالي المستوى يقوده رئيس الجمهورية التونسية خير دليل على التزام تونس في هذا الإطار。昨年6月に行われましたチカッド5の会議におきましては、チュニジアは大統領を団長とする代表団を送り込みましたけれども、これはこのチュニジアのこの計画に対するコミットメントの強さを示しております。また日本アラブフォーラムに対しましてもチュニジアは有効な参加をいたしましてこの枠組みでの協力の推進を支援しています。وفي هذا السياق أشير إلى أن تونس أول دولة تحتضن المنتدى الاقتصادي العربي الياباني خارج دولة اليابان。チュニジアは申すまでもなく日アラブフォーラムを最初に日本国外でホストした国でございます。وهذا دليل آخر على التزام تونس بمساهمتها في تطوير العلاقات الاقتصادية بين اليابان والعالم العربي。失礼しました。日本アラブ経済フォーラムのでございますので、これこのことはすなわち日本とアラブの経済協力関係増進のためにチュニジアが深くコミットしているということの証拠でございます。ご清聴どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それではいくつか追加でコメントをいただきたいと思います。まず憲法についてですけれども、先ほど言及はありませんでしたけれども、一つは女性の権利を、それからもう一つは信教の自由というか、それから3番目は我々プレスですから報道の自由のところ、隣のエジプトの最近の状況でいうと、センサーシップというか、まあ、検閲もかなり強いし、そのジャーナリストがたくさん逮捕されているような状況もあるので、この面でその憲法ではかなり明確にそのセンサーシップはしないというようなことを打ち出されている矢に聞いているんですが、その辺はいかがでしょうか。ありがとうございます。بالنسبة لموضوع حقوق المرأة فأن تونس لها تاريخ عريق في مسألة حماية حقوق المرأة وهي من البلدان الرائدة في هذا المجالليس فقط على الصعيد العربي بل حتى على المستوى الدولي。まず女性の権利でございますけれども、女性の権利保護につきましてはチュニジアは歴史的にも非常に指導的な地位を占めているということ、これは単にアラブ諸国のみならず国際的なレベルにおいても非常に先進的であるということは皆様ご承知かと存じます。
ومن أول إنجازات تونس بعد استقلالها إصدار مجلة الأحوال الشخصية التي تضمن حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل。まずチュニジアにの最初の偉業といいますのは、独立直後に新しい民法家族法を施行いたしまして、その中で女性の男女平等、女性の権利の平等性を規定したことであります。وقد جاء الدستور الجديد ليؤكد مرة أخرى على حقوق المرأة في تونسفي جميع المجالات ومساواتها مع الرجل في جميع المسائل。そして従いまして新憲法も改めてこの女性の男すべての権利が、すべての分野における権利が男性と平等であるということを規定しております。والدستور الجديد ينص على مزيد إسهام المرأة في الحياة العامة في تونس。また女性の社会参加の必要性および政治参加についても規定しています。وفي هذا الصدد ينص الدستور على مبدأ التناصف وهو ما يعني حضور المرأة المكثف في المجالس النيابية。そしてその中で憲法が規定しておりますのは、大議員における女性の議員数を増やすための具体的な措置でございます。أما بالنسبة لموضوع حرية الصحافة فإن الدستور يكرسها بصفة صريحة جدا。一方プレスの自由、報道の自由につきましては非常に率直に憲法は述べています。إذ ينص الدستور على حرية الرأي، حرية التعبير، حرية الفكر، حرية الإصدار، حرية النشريات، كما أنه ينص على الهيئة المستقلة، الهيئة الدستورية المستقلة السمعي البصري، وهي هيئة أصبحت دستورية لها قوة إلزامية تسعى وتعمل على ضمان حرية الصحافة。言論の自由、表現の自由、思想の自由、出版の自由、こういった基本的な自由を保障するために、憲法はこの独立委員会を規定しているわけでありまして、メディア委員会はこういった権利を保障するために働くというふうに規定されております。وتنصيص على حرية الإعلام في الدستور جاء تتويجا لما تعرفه تونس منذ الثورة من تأكيد على حرية الإعلام والحريات بصفة عامة التي يتمتع بها الإعلاميون في جميع المجالات من حيث إصدار الجرائد وحرية التعبير وحرية الانتقاد كل بضمانات قانونية。そして革命以来この報道の自由というものが必ず守られなければならない原則として新聞の発行、そして批判する権利、こういったことが法律によって定められるとしております。信仰宗教のبالنسبة لحرية العقادة الدستور الجديد كذلك يضمن حرية المعتقد وحرية الأديان لأن الشعب التونسي كان دائما يتعايش مع جميع الأديان والشعب التونسي فيه تقريبا الأقليات يهودية وأقليات مسيحية وتعتبر مواطنون يعتبرون مواطنون تونسيون يتمتعون بنفس الحقوق والدولة تضمن لهم حريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية والدستور الجديد جاء ليؤكد على ذلك。
もちろん新憲法はこの信教の自由を保障しているものでございまして、チュニジアでは昔からこの各宗教間の自由といいますか、寛容の精神でいるわけでございますけれども、チュニジアにはユダヤ教徒やキリスト教徒といった少数派の国民もおりますので、こういった国民がイスラム教徒の国民と全く同じ権利、同じ自由を有するということが明確に規定されております。次は治安状況がだいぶ改善しているというお話でしたけれども、現在北アフリカでは国を超えたいわゆるその過激な勢力の動きというのが非常に大きな問題になっていると思うんですが、これは一つの国だけではなかなか対応が難しいということで、この点で例えばその隣のそのアルジェリアとかどういう連携なんでしょう。それからもう一つの隣国であるそのリビアの方は今国内が非常にその流動的な状況なので、そのあたりのその治安における国際的な協力とか対応はどうなっているんでしょうか。في الواقع ظاهرة الإرهاب هي ليست ظاهرة محلية بل هي ظاهرة دولية، وبالتالي فهي تستوجب مجهود دولي من جميع البلدان لمقاومة هذا الخطر الذي يهدد العالم بأكمله. وفي منطقة التي في منطقة شمال أفريقيا الخطر الإرهابي موجود لا يمكن لأي أحد ينكره، نظرا لعدم الاستقرار وخاصة في ليبيا، وحيث الوضع السياسي غير مستقر حاليا، والجماعات الإرهابية وجدت المناخ الملائم لتطور عملياتها وتكثف من تواجدها في منطقة شمال أفريقيا، وتونس واعية بهذا المشكل ولها تعاون كبير في مجال مكافحة الإرهاب والمشاكل الأمنية بصفة عامة، لها تعاون كبير مع الجزائر، كذلك تتعاون مع المصالح الأمنية بليبيا قصد مجابهة هذا الخطر. ونحن واعون في تونس أن القضاء على الإرهاب في منطقة شمال أفريقيا مسألة حتمية وتستوجب مساندة المجموعة الدولية، لأن الاستقرار في المنطقة، الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق بدون القضاء على الإرهاب في المنطقة. テロという問題はこれは国一つの国あるいは地域の問題ではなく、実に国際的な問題でございます。すべての国がこのテロの撲滅のために努力をするということが要求されるところであり、そうでなければ世界中がこの危険に見舞われるという問題でございます。北アフリカにおけるテロの問題は非常に実際存在しており非常に問題でございまして、これはリビア、特にリビアなどの国におけるこの政治的な不安定さがその直接の原因となっております。
リビアなどにおきましてはテロ集団が非常にそのプレゼンスを高める良い環境が存在するということでテロ作戦といいますかテロ行動が事件が増加しているということこういったことにつきましてチュニジア政府は十分に認識をしておりましてそのための対策を各国との協力のもとに進めていくという意識でございます。とりわけアルジェリアおよび現在リビア現政権の治安当局との協力を持ってこの危険に立ち向かっているところでございますけれども、北アフリカのテロを撲滅していくためには何としてもやはり国際的な支援が必要であるというふうに思います。そしてこのテロを撲滅することなしに政治的経済的な安定というものは図れないということを認識しております。كما أن مجابهة الخطر الإرهابي لا ينحصر باعتماد الأساليب الأمنية فقطلأن الظاهرة الإرهابية تتغذى من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية كذلك ولهذا فأن المجموعة الدولية テロの撲滅はこれは治安対策だけでは成し遂げることができないということが言えると思います。テロは多くの場合経済的社会的困難というものを背景としております。従いまして国際的なこの問題への取り組みが求められるところであり ولهذا فأن المجموعة الدولية مدعوة كذلك إلى مساعدةدول المنطقة على التنمية الاقتصادية ومواجهة المشاكل الاجتماعية قصد المساهمة في القضاء على أسباب الإرهاب各国際社会の国々におかれてはこの地域の経済問題解決のための具体的な協力というものを進めることによってテロの原因となっている経済的な問題社会的な問題の解決に貢献をしていただきたいと思います。どうもありがとうございました。それでは会場から質問を受けしたいと思います。どうももしあれ聞いねはいはいとマイクをあの東京新聞の島田と言います。島田民のジャリだ東京あの最初にあの司会の脇さんもそれから大使ご自身もおっしゃってましたがあのアラブの春と呼ばれるその政権を経てからですねあのチュニジアは非常にあの今回あのバランスの取れたあの政権ができたと思われる思うんですけれども他の国々はあの一旦その独裁政権が倒れた後でまたクーデターで同じような政権が復活したりとかですねそれからそのアラブの春をあの経ていない国々ではまだまだ王政など残っているところがたくさんあると思うんですが、まあ、そういう意味でそのチュニジア の, あの経験をですね他のアラブの国々に広めていくためには何があの一番鍵となるのかお考えになっているのかそれからもしかするとそのチュニジアというのは非常にあの人口もまあ中規模というかあの大きなあのまあエジプトに比べても大きなわけじゃなくてそういう中規模なそれからあの教育水準もかなり高い方だと聞いていますのでそういうチュニジアの特殊性がやはりこのこういったなんていうのかバランスを取れた政権を生んでいるのかもしれないのでそういったもしかするとそういう特殊な事情というのがあの影響しているとお考えなのかそれちょっとお聞かせください。بحق يعني إذا صح التعبير يعني بعد الحدوث لهذه يعني الثورات والربيع العربي بينما في عندما نجد في البلدان الأخرى في البلدان العربية لا نجد مثل حكومتكم هناك إعادة الديكتاتورية إن صح التعبير أيضا و يعني إعادة النظام السابق على سبيل المثال وهناك عديد من الدول تبقى كالنظام الملكية ف
ما في رأيكم ما هو السر أو مفتاح لنقل التجربة التونسية لمثل هذه البلدان العربية الأخرى؟ هذا السؤال الأول. وربما يعني عالية مستوى التعليم بالنسبة للشعب التونسي هو ربما سبب، أو الحجم الدولة المتواضعة متوسطة يعني تعداد السكاني، هذا ربما أيضا سبب آخر لهذا يعني حظ تونس لتمتع مثل هذه الحكومة المتوازنة. ما رأيكم؟ شكرا على المداخلة والسؤال. واستمعارية وزايمس أشاطرك الرأي أنه من بين أسباب النجاح الذي تعرفه التجربة التونسية إلى حد الآن هو دور التعليم في تثقيف المواطن التونسي.私のまあ意見を申し上げたいと思います。まあ、一つその私どもが今までこう成功していることの、まあ、一つの理由は国民の教育の高さであり国民に対する啓蒙の成功ということが言えると思います。منذ الاستقلال تونس أولت الدولة التونسية اهتمام خاص بالتعليم باعتبار أن البلاد ليس لها أي موارد طبيعية أخرى، فكان الرهان هو تطوير القدرات البشرية. 独立以来チュニジアは教育に非常に力を入れてまいりました。それはチュニジアには人的資源以外に見るべき資源がないということ、したがって国の発展の鍵は人材であるという認識に基づくものであります。والنظام التعليمي الذي اختارته تونس منذ الاستقلال كان يركز أساسا على قيم التسامح والتضامن والحوار، وهذا ما يفسر في الوقت الصعب بعد الثورة ورغم اختلاف الإيديولوجيات ورغم اختلاف الأفكار بين الأطراف السياسية فإن التسامح والتربية على أساس قيم التسامح والتضامن فرضت على مختلف الأطراف السياسية الالتزام بالحوار ونبذ وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى المواجهة والعنف. その教育システム、チュニジアの教育システムにおきまして、非常に強調されたことは、寛容の精神、連帯、そして対話、これを重んじる教育でございます。従いまして、たとえイデオロギーが違っても、また政治思想が違っても、これがその衝突や暴力に至らずに、お互いに許し合うと、こういったその衝突を回避するという行動に政治諸勢力が現実に対決したときに発揮されたと考えていいと思います。من ناحية أخرى يفسر نجاح التجربة التونسية إلى حد الآن واعتمادها الحوار وتوصلها إلى توافق سياسي بالدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تونس، وكذلك دور المرأة في تونس، وأيضا أن الدولة التونسية قائمة على مؤسسات منذ الاستقلال وقائمة كذلك على قوانين، وبالتالي لم يكن هناك
مجال للفوضى في البلاد، وتتذكرون أن تونس مباشرة بعد الثورة واصلت الإدارة التونسية عملها بصفة شبه طبيعية، والمرفق العمومي قام بدوره، والخدمات للمواطن جميع الخدمات تواصلت، وهذا دليل على أن مؤسسات الدولة قائمة، وهي التي ساهمت إلى جانب دور المجتمع المدني وروح التسامح لدى مختلف الأطراف السياسية الفاعلة في الوصول توصل إلى وفاق، والتوصل إلى اعتماد دستور بصفة شبه إجماع. そしてこの政治勢力間のともあれ対話をするという姿勢、これがこの政治的な合意形成につながったわけでございますけれども、その過程においてはチュニジアの市民社会が果たした役割、女性が果たした役割、こういったものが非常に大きなものがあると言えます。そしてチュニジアは独立以来さまざまな機関が存在しておりますが、そういう団体、組織、機関、こういったものが役割を発揮したということ、そして独立以来の法律、これが守られているということ、従いまして革命は起きたけれども、社会に混乱は起きなかったということが言えるわけでございまして、革命直後から政府は普通に機能しております。公共サービスも止まることなく、人々は普通に機能したということ、これはそのかつてから今日に至るまで、国の組織が健全であるということの証拠でございます。そして、寛容の政治的なその寛容さを持って、政党間の対話がなされたということが、結果として、この国民的な一致合意を実現したということができます。وتونس لا تسعى إلى نقل تجربتها إلى أي دولة، ولكن تبقى مستعدة لكل من يطلب مساعدة من تونس لتقديم هذه المساعدة. チュニジアは国としてその経験をどこか他の国に移転しようなどという考えは全くございません。しかしながら求められればその他の国に対してその支援の手を差し伸べることにやぶさかではございません。今の関連なんですけれども、革命の後にいわゆるそのサラフィストと呼ばれる人たちがまあ、いろんなデモをして、で、まあ、これはかなり激しいデモであったような記憶があります。それが、外国人観光客なんかがそのちょっとチュニジアに行くことが心配になる一因になってたような気がするんですが、そのサラフィストのデモンストレーションのようなことは今はどういう状況になっているんでしょう。まあ、マウドハザラのサラフィーンمازالوا هم قاموا يقومون بالشعار المتطرفة. هذا صحيح. بعض المشاكل الأمنية التي عرفتها تونس نتيجة التشدد والتطرف بعض الجماعات الإسلامية ومن بينهم السلفيون.確かにそのお話、お言葉は的を置いておりまして、チュニジアで起きましたいくつかの問題事件というものは、イスラム過激主義者、まあ、その中にはサラフィストと呼ばれるような人たちの起こした過激な事件がございます。そのことが観光また経済一般に悪影響を及ぼしたと言えます。ولكن وقوف الجميع من أطراف سياسية فاعلة ومجتمع مدني والمنظمات الوطنية الكبرى في تونس والمثقفون
وغالبية الشعب التونسي ضد التطرف وضد كل أشكال العنف ساهم بقسط كبير في مواجهة هذه الأخطار الأمنية وهذه الأفكار المتشددة، ومما أفضى بالحكومة السابقة إلى الإعلان على تنظيم السلفيين وهو المسمى بجماعة أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي. そして、しかしながらこのすべての政治勢力、そして市民運動、そして文化人、こういった人たち、さらにはすべての国民がこういう過激思想に対して拒否の姿勢を鮮明にしたということ、これがこういった過激主義者の徴用調量を収めることに貢献したということが言えると思います。そしてまあその観点から前の政府はアンサールシャリアと呼ばれるテロ集団がございますが、これをテロ組織に指定して取り締まりを強めているということであります。خطر هذه الجماعات السلفية المتطرفة، وذلك من خلال التصدي لأفكارهم، التصدي لأعمالهم، من خلال منعهم من النشاط في بعض الجوامع، ومن خلال لقاءاتهم مع بعض الأطراف المحسوبة على جماعات إرهابية، وهذا كله ساهم بقسط كبير في تراجع التأثير الجماعات السلفية في تونس. ويمكن القول أن المجتمع التونسي كما قلنا مجتمع ينبذ العنف وينبذ التطرف، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك مستقبل للسلفيين ولفكرهم المتطرف في تونس. まあ、そういうことで現政権におきましてもこのイスラム過激主義者対策というものには大変に力を入れているものでところでございます。彼らサラフィストの行動を具体的に阻止するということ、彼らの思想の伝播を防ぐという観点から、例えば彼らのいくつかのモスクにおける行動を禁止するというようなこと、あるいはその他の組織との接触をこれを禁止するということ、こういったことを実施、具体的に実施することにより彼らの活動が広がったり、あるいは爆発したりすることを抑えているということが言えます。まあ、言えることはチュニジアの社会というものが、国民一般がこの過激主義であるとか、それから暴力に対して強い拒否反応を示すものでございますから、こういったイスラム過激主義者、過激思想というものに未来はないということを確信できると思います。質問いかがでしょうか。はい、いました。ありがとうございます。NHK の二村と申します。二村みんな NHK。チュニジアから先ほど大使はチュニジアの人材、人的資源という、まあ、これが大事だというお話をされたわけですけれども。そして高等教育を受けた人たちが革命後も次々と国外に出てしまっているわけですが、彼らを国内に
チュニジアに戻すために政府は何らかの措置を取っているのか、あるいはそうした人たち、国に居場所がなくて国外に出てしまった人たちに戻ってきたときに何か居場所を与えることができるのかどうかという点を質問したいと思います。国外流出、もし具体的な数が分かればどれだけの人が国外に出てしまったのかとかですね、まあ、分かればそれも教えていただきたいんですけれども、それでその人たちが今戻ってきているのかどうかという点も教えてください。تونس كانت دائما تشجع الطلبة التونسيين للدراسة في الجامعات الأجنبية الأمريكية والأوروبية واليابانية، وليس لديها أي مشكل في تواجد التونسيين بالخارج. قد يعتقد البعض في إطار ما يسمى بهجرة الأدمغة أن هذا استنزاف للقدرات والطاقات البشرية في تونس، يمكن أن يكون ذلك، لكن في نفس الوقت نحن في تونس ننظر إلى هذا الموضوع من ناحية إيجابية。まずチュニジアは、子どもたちに、アメリカで勉強しなさい、ヨーロッパで、そして日本でというふうにこれ留学するということを、そもそも奨励しております。またその後外国で働くこと、外国にとどまることということも全く問題ないというふうに考えております。チュニジアにおいてはこういった外国への移民ということについてはどちらかというと肯定的に考えておりまして、おっしゃる通りのこれは頭脳流出でございますから、そういう面での国家の損失ということを考えるべきなのかもしれませんが、私どもはどちらかというと良い方向に考えています。トゥニスマンアスリハマンファティハアラルアラム、وبالنسبة لها إرسال طلبة تونسيين للدراسة بالخارج واكتساب شهادات علمية عليا يساهم بالنسبة لنا في تنمية قدراتهم العلمية وتطوير الكفاءة التونسية والاستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي في البلدان المتقدمة جدا على غرار اليابان والولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية。チュニジアは開かれた国であって、留学生を各国に出すということによって、そのまたそのそれぞれの国で高い学位を、もらって帰ってくるということによって、人的な資源の、このを高めるということ、学術的な能力をどんどん高めていくということ、こういうことを通じて、国民全体のレベルが上がるし、外国の科学技術の発展を取り込むことができる、学ぶことができる、というふうに考えております。رجعوا إلى تونس ويمارسون أنشطة في أعلى المستويات سواء في مؤسسات اقتصادية أو في الإدارة العامة أو في بعض الوكالات أو في بعض المنظمات وتستفيد تونس من خبرتهم。そして海外、まあ、アメリカであれ日本であれ、で勉強して、高学位を得た人たちのはそのままその国で残って働くということがございます。しかしながらその後多くの人たちはチュニジアに帰ってきて、会社であるとかお役所の中でまたはさまざまな、公的な機関の中でそれまで得た経験を、に基づいた仕事をしているという、それが国の発展に貢献しているという側面がございます。وتعمل الحكومة التونسية على ضمان ارتباط هذه الكفاءات التونسية بالخارج
بالوطن الأم وإتاحة الفرصة لهم لمساعدة تونس على مجهودات التنمية. ودائما كلما احتجنا لكفاءاتنا التونسية بالخارج نجدها على استعداد لمساعدة البلاد. وخير دليل أن الحكومة الحالية ورئيس الحكومة نفسه من الكفاءات التونسية السامية التي تشتغل بالخارج. チュニジア政府はそういった人材の回帰を保障しているわけでありまして、またそのチュニジアがある特定の分野でその開発のために人材が必要と思ったときに、海外で学んだ人が必要だと思ったときに、常にそういった人材が存在しているという状況が存在しています。何を隠そう、現在の首相そのものが海外で学んだ人材そのものであります。كما أن عددا من أعضاء حكومته كانوا إطارات ومديري بعض الشركات في الخارج، ولما احتاجهم البلد لبوا الدعوة وهم حاليا يساهمون في التنمية في تونس وفي إنقاذ البلاد من بعض المشاكل ومجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في تونس。また大臣の多くも、かつては海外の大きな会社の社長であったとか、こういった人材でございまして、今現実にチュニジアが必要としている開発の目的に合致するのみならず、チュニジアのこのピンチをまさに救う人材として帰ってきているわけであります。そろそろ時間になっもう過ぎてるんですが、あと1問と、はい、あはるさあるたじゃわざるわくとありますもう早く。朝日新聞の古谷と申します。ジャジラと朝日古谷、先ほど外国投資が必要だとおっしゃっていたので、その点について教えてください。日本からの、外国投資、投資を呼び込むにあたっての壁に感じていることというのはどういうところなのか、それと、中国 の動きというのはどんな風になっているのか、分かる範囲で教えてください。ごめんなさい、ちょっと最後聞き取れません。中国は中国からのチュニジアへの投資というのはどういう動きになっているのか教えてください。مقارنة بالحجم الياباني. في الحقيقة لا أحب المقارنات.まず比較であまりお話をしたくないというのがございます。لكن بصفة عامة الاستثمارات اليابانية موجودة في تونس منذ مدة طويلة.تقريبا أكثر من 15 مؤسسة 15 مؤسسة يابانية أهمها شركتي سوميتومو أند إيزاكي يازاكي。ただ一般的に申しまして、日本からの投資というのはかなり古くからチュニジアではには存在しておりまして、現在大体15の日本企業がチュニジアにございます。重要なものとしては住友、それから江崎工業といったところでございます。これ自動車用のワイヤーハーネス、自動車もいいのペタウヤラツヤラツبعض القطاع الكوابل كابلات الكابلات كابل وايا هانس كابل وهناك بعض التمثيليات لمؤسسات السيارات اليابانية ولكن هناك حاليا مجهودات كبيرة لتشجيع المؤسسات اليابانية لمزيد الاستثمار في تونس وفي الحقيقة هو ليس هناك عراقيل ولكن هي تقريبا مسألة ثقافة وممكن هي بعض الصعوبات الموضوعية الثقافية التي تحول
دون تواجد مكثف للشركات اليابانية في تونس. ومعروف عن أن الشركات اليابانية تأخذ وقتا في اتخاذ القرارات للاستثمار بالخارج. まあ、それまた自動車関係の、事務所等もございますけれども、まあ特にこの、投資に対する障壁というものがあるというふうには考えていないのです、ですが、まあ、あるとすれば文化的なものではないかと、そういうふうに思っております。そしてまたもう一つ、まあ、よく知られているように日本の企業は、海外投資を決定する上では非常に、時間がかかるという、その意思決定に対して時間がかかっているということも一つの原因かもしれません。ونحن بالنسبة لنا تواجد الشركات اليابانية في تونس الفائدة الأساسية منها هي أساسا نقل التكنولوجيا وتجربتنا مع الشركات اليابانية تجربة ناجحة جدا لأنها فيها مصلحة مشتركة استفادة لتونس من التكنولوجيا اليابانية وخلق مواطن الشغل وفي نفس الوقت للشركات اليابانية تواجدها بتونس يساهم في خلق أسواق جديدة لها ليس فقط في تونس بل في المنطقة المغاربية ومنطقة جنوب صحراء أفريقيا وأوروبا وهذا ما نسعى به إلى أقناع عديد الشركات اليابانية أن الاستثمار في تونس يفتح لها سوق كبيرة وقريبة جدا لأن السوق العربية والسوق المغاربية والسوق جنوب أفريقيا والسوق الأوروبية هي سوق كبيرة جدا للشركات اليابانية وتواجدها في تونس نعتقد أنه سيسهل لها المهمة في هذا الإطار. そして、チュニジアに日本企業が投資されますと、技術移転がなされるということ、これがチュニジアにとっての大きな利益でございまして、これまでのパートナーシップでもこういった面で非常に成功しているというふうに考えております。さらには雇用の増大も期待できるということでございます。他方、日本の会社におかれましても、チュニジアへの投資は単にチュニジアという小さい市場を開拓するだけでなく、マグレブ諸国、サヘル諸国、そして欧州などの非常に大きな市場へのアクセスがチュニジアを通じることで非常に容易になるということで、大きな市場獲得のチャンスを与えるということで、お互いにとって非常に良いものであります。アラブやマグレブ諸国、またさらにはアフリカの南部に至るまで非常に大きな市場を獲得できるという意味でチュニジアに対する投資は魅力的なものでございます。في الواقع الاستثمارات الصينية في تونس متواجدة إذا تحبون المقارنات فهي أكثر من الاستثمارات اليابانية بكثير. まず比較したくはありませんけれども、それがご希望でありましたら申し上げますが、中国の投資の方が日本に比べてはるかに大きく、チュニジアに存在しております。وهذا يندرج في إطار تقريبا طبيعة المستثمر الصيني الذي معروف أكثر بقدومه。非常に中国商人の方がアグレッシブであるということの証明であるあろうと思いますが。まあ、これは単にチュニジアだけの状況じゃなくて、ほとんどのアフリカ諸国において同じことが言えるのだろうと思います。ただこれは数の問題でもあり、数がチュニジアにとって問題なのではなくて量が重要でございます。
そしてそのパートナーが、外国のパートナーがチュニジアに対してどのような技術を移転していただけるのか、そしてまた雇用機会を創出していただけるかと、こういったことが重要であります。もうかなり予定の時間をオーバーしているので、本日の会見はこれで終わりたいと思います。恒例 のいつもこの色紙に書いていただくんですが、アラブの方もいろいろこのアラビア語で書かれた かつて私見てるんですが、このくらいなんかすごいというか、まるで印刷したようなきれいなアラビア語の書体で書かれたのはおそらく大使で初めてだと思います。ありがとうございます。じゃあ最後に、クラブから記念品を送りたい。みんなナディアワダンハディエルハディエルは忘れた。ちょっとワードや。ありがとうございました。それから今の投資の話が出たので、ちょうど1週間後、4月の22日に、FIFA っていうフォーリンインベストメントプロモーションエージェンシー、チュニジアのと、ジェトロで、共催で赤坂のジェトロで、投資に関するセミナーがありますから、投資にご関心がおありの方は、そのジェトロのセミナーにぜひいらっしゃる。Afwan, afwan, 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 afwan.